معانا النهاردة نموذج جميل لصديقة جميلة من زاوية الأوروبا. صديقتنا الجميلة رغم إصابتها بشلل الأطفال تحديات كتير بتواجهها، لكنها بتقدر تتغلب عليها وتواجه الإعاقة بكل شجاعة وعزيمة وإصرار. صديقتنا الجميلة بتحاول إن هي تعيش حياتها وتخطو خطواتها على أرجل ضعيفة لا تقوى على حملها، ورغم كل التحديات والعقبات صديقتنا الجميلة متعرفش الاستسلام للإعاقة وتواجهها بكل شجاعة وعزيمة أسرة. أصدقائنا من زاوية الإرادة قادرين على الحياة، قادرين على العطاء، قادرين